ومن أعظم ما يؤذي به المسلم أخاه المسلم الغيبة والنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يغتاب أو رجلين يغتابان رجلا من المسلمين ومر على جيفة حمار، حمار ميت، فناداهما فأتيا فقال صلوات ربي وسلامه انزلا فكلا من هذا. حمار حي حرام، حمار وميت. قال يا رسول الله عفى الله عنك، وهل يؤكل هذا؟ كيف تأمرنا بأكل حمار ميت؟ قال وهل يؤكل هذا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نلتما من أخيكما أشد عند الله من أكلكما هذا. الله أكبر، أشد عند الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، شبه الغيبة بهذا الأمر، وهو من يأكل لحم أخيه ميتا. ومن ذلك الكذب على الناس، ومن ذلك النميمة.